تعرف على طريقة وكيفية تفعيل إعادة تزيين التشغيل في أوقات معينة. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإدارات العامة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إعادة الضبط، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إعادة التشغيل تلقائي في أوقات معينة. وهكذا نكون قد قمنا بتفعيل إعادة التشغيل التلقائي في أوقات معينة. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.